في العديد من أعمال مبدعينا الكبار كانت المدن والأحياء الشعبية المصرية محوراً لإبداعاتهم، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو الشعر أو الفن التشكيلي أو الرواية. عن الرواية وأحوال الإبداع والمبدعين مع الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد. لماذا الإسكندرية دائماً كانت جوهرة إبداع الأدباء والفنانين؟ وهل الإسكندرية سينما الأبيض والأسود التي كتبت فيها أجمل الأشعار والروايات هي الإسكندرية الآن؟ إسكندرية من ساعة ما اتعملت كانت مدينة العالم، كل الصحافة طلعت من إسكندرية، من قعدات على القهاوي والسينما طلعت من إسكندرية. أول استوديو سينمائي كان في إسكندرية. لماذا ابتعدت السينما المصرية في سنواتها الأخيرة عن النصوص الأدبية وخاصة الروايات؟ في يوم من الأيام كان الدخل القومي لمصر من القطن. أيوة. والسلم. عن الإسكندرية في الإبداع المصري وعن المبدعين والموهوبين خارج العاصمة. حوار جديد في حديث العرب من مصر الليلة 7 مساء على قناة مصر الأولى.